اسمي الكامل عود الزنون، الشيخ عود الزنون، عشيرة العزازمة، رخمة، سكن في رخمة على جنب يروخام. اسمي الشيخ عيد بن راشد، قرية أم تنان، شغل مزارع في قرية أم تنان موجودين. قرية تأسست موجودة، يعني السكان احنا موجودين على قبل قيام الدولة على هذا الأرض، والأرض تعد أرضنا. للحظة الأخيرة يعني كان في هناك عدة كلمات يعني مع المسؤولين على اعتراف، حصل يعني ان تكلمنا في هذا الموضوع، ولكن احنا بنستنى حتى ناخذ القرار الرسمي من قبل السلطات المسؤولة على إقامة القرية الزراعية على متنان. ودي مسوي قرية زراعية، قرية بالأرض جغرافية زي ما تقول، والقرية مش إنها قرية مدنية خلاص، ودي مسوي قرية اللي تناسب لحياة البدو، وإحنا كلنا متفقين، كل البدو متفقين، واتفقنا مع الدولة إن ما بهم من الدرب الشرق، يعني ما بهم من الدرب الغرب، يعطونا منطقة اللي تكون مناسبة لنا، وتكون المنطقة تناسب لحياتنا. حسب أنا ما يعني ما تكلمت وطلبنا وتكلمنا، أننا طالبنا تكون محلها ولا غير محلها، لا يكون محل آخر. القرية هان تقريب 150 عائلة، يعني مش داخل القرية حاليا، فهم موجودين في محلات ثانية ودهم يجوا هان. طبعا هناك في موافقة من قبل سكان يعني في مطرح في مطارح ثانية انهم ينتقلوا هان، وهذا طبعا من ضمن الخطة تنظيم السكنة في القرى غير معترف فيها او حتى السكان البدو. فاحنا يعني طلبنا حسب الخطة الموجودة ان يقدموا لنا قرى زراعية اللي تلائم مع حياتنا ومع حياة البدو حتى نقدر نمشي في الخطة. انا ما قريت الخطة، يعني الصح ما قريت الخطة، بس انا بعرف ان بيني بيجن وخطة جولدبرغ انها خطة كويسة، خطة جولدبرغ انا بعرف، فالتفتر اللي هو اطلعه والله انا بعرف انها كويسة، يعني فالتفتر اللي هو اطلع جولدبرغ. انا خطة برابر ما 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 بس انا بشكر بيني بيجن، اللي بيجن وده حل صح، مش حل يعني حل ما يرضي، وده حل اللي يرضي البدو. انا مش في الخطة، ايوه انا بالنسبة لي ان الدولة متوجهة وده تحل معي حل اللي يرضي جماعتي، وانا مستهم بس في جماعتي اللي ساكنة، مش مستهم في اللي برا، ولا بعطي حد يتدخل من برا في شؤوني. الاحترام للوزير بيجن انه كان مجتهد في الخطة اللي هم شافيها، وحتى سمع كل السكان، كل الاحترام لي، يعني ما كان يشتغل إلا بضمير حتى يصل لحل مرضي، أو حتى يسمع المواطنين البدو إيش مطالبهم. التدخل هذا اللي من برا بس بيأثر، واللي في الآخر هو إحنا يا البدو اللي ساكنين معانا، إحنا يا البدو اللي قاعدين، إحنا اللي بنعاني، مش هو بيعاني. اللي من برا هذا ما ساكن فخر الدنيا وعنده كل شيء، أما إحنا أولادنا لا مدرسة، أولادنا ما عندهم مدرسة، ما عندهم ميز الناس، أولادنا ما عندهم صنعة يشتغلوا، وما عندهم شيء. إحنا اللي بنتأثر، مش هو اللي بيتأثر. اللي بيجي من برا وبيقول لك هذا مش كويس وهذا كذي وهذا كذي، وإيش البديل؟ إيش البديل؟ يعني إيش البديل؟ يعني هل ترى إنه يعطينا بديل أفضل؟ لا، البديل هو حل الدولة معنا. أنا بحكي لك قدمنا حصي، إننا مستعدين نجي في قرية زراعية مع بعض، عندي هون مستعدين. موضوع سياسي أنا لا أتدخل في سياسة، كل بيعرفه والكل العالم بيشوف والكل بيعرف المواضيع، ممشى سياسي أو موضوع سياسي لا أتدخل فيه أبدا. أنا أتدخل في حلول للمواطنين، للي بدي حل، واللي بدي يمشي سياسي يمشي حر، بدي يوري. أنا أتدخل في السياسة أبدا. أنا في خطة يعني المال، يعني دراهم في خطة العرض هذه، ما بقدر أقول لك وما بقدر أقول لك لا، بس أنا بقدر أقول لك هذا الدولة ودها تخلص من الفقر عند
والبدو باحترام مع هيدا الدولة، لازم الدولة تجي وتكلم مع الناس وتعطيهم مطلوباتهم، ايش بحق القوة، مدارس بحق، كل شيء بحق القوة تعطيهم ياهم، تعطيهم كل اللي هو اللي 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 قصرت فيها الدولة اول اليوم تعطيهم ياهم، لان اليوم ما في دولة ثانية، احنا هذه دولة واحدة ما فيش. بلدية رخم اعطتنا 500 دم من اراضيها نسوي عليها المدرسة، نسوي عليها الاولاد اللي بدهم يتجوزوا جداد ما يستنوا، وان شاء الله احنا متعاملين ان الدولة تحل عنا مشكلة الهد. انا متفائل ان الخطة يعني اذا كيف بدت الطريق كانت مش بس